طيب احنا دلوقتي بنعمل المكرونه النجرسكو بالسجق. دايما اسئله بيسالوا على السوشيال ميديا شيف مغازل دي من خلال بقى اللي بنجاوب بقى. المكرونه بتاعه النجرسكو تتسلق ولا ما تتسلقش قبل؟ الطبيعي الرد على السؤال ده كده عملي اهو، شويه ميه صغيرين في قلب الحله، كل اللي انا عملته كده بحل المكرونه اهو زي الفل واسيبها شويه. نعم لا لا ما هتنزل دلوقتي. طبعا هي المكرونه فاكر طبعا الاستاذ فاروق هتنهك، لا احنا كل ما تغلي هتضغط عليها بايدي كده لغايه لما تختفي من قدام عينك خالص. المقادير على الشاشه، سجق بلدي من عند جزار بنحبه عشان يدولنا بلدي وحلو، ومعانا مكرونه سباكيتي، معانا كريمه لباني، معانا من المشابيل كوبايتين جبنه موزاريلا او شيدر حسب الرغبه، مكعبين من الزبده، ملح وفلفل وشويه زعتر. حلو الكلام. نخلص الاول من الاكله اللطيفه دي اللي هي اللي هو المستردة ده جاهز اهوت زي الفل. انا في مستردة اهي المستردة. الله صوص المستردة. شايفين المكرونه اهي اهي، فين المكرونه؟ فين المكرونه؟ حد يقول لي فين المكرونه؟ اهي اهي اهي. هناخد المكرونه كده زي ما هي اهي اهي زي ما هي كده، ونعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد شويه ميه من سلق المكرونه يا ويل يا ويل، هو ده. وناخد بقية المكرونة. الأكلة دي ميزتها إن هي كلها مع بعضيها بتطبخ بالشكل ده كده. يلا. خلص الكلام. بشاميل. خلص الكلام. إيه ده؟ ده الموضوع سهل أنا فاكره صعب خالص. عينيا. انا عملت اهو، جالنا سؤال من السوشيال ميديا ينفع ازود البشاميل بميه المكرونه؟ ينفع اهو، ما انا عملت كده اهو، ولكل ما تحتاج ميه احط من ميه المكرونه. ميه المكرونه ديت اللي هي ميه تصنيع ميه التصنيع نفسها. المكرونه دي بتصنع من ايه؟ من سميد ناعم وبيض، وممكن تتعمل بالدقيق، بعض المصانع تعملها بسميد ناعم دي سعرها غالي شويه، ممكن تتعمل بالدقيق، ممكن تقول بيض وزيت وقليل من الملح. التصنيع بيتم والتشكيل بيتم بطرق مختلفة من مصنع لمصنع. حلو الكلام؟ ايه اللي بيخلي سعر المكرونة غالي وسعر المكرونة رخيص؟ نوعية الدقيق. نجيب الكسرولة اللي هتخش جوه الفرن. كسرولة كبيرة زي دي كده. اهي. وناخد معانا جبنة موزاريلا. بناخد نص الكمية بنحطها هنا في قلب النجرسكو. تسيح الجبنة في قلب النجرسكو. ما تكتريش البهارات هنا بقى، ليه؟ لأن هنا السجق فيه توابل زي ست الكل اللي كانت بتتكلم من شوية. شوية ملح، شوية زعتر، الأكلة دي حلوة على فكرة. ميزتها بقى إن كل حاجة كده ببعضيها. جوعنا؟ الله يسامحك يا شيف. هناخد المقادير دي كلها ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. يلا يا فاروق العب. أه 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 أه. الله. حلوه قوي يا شيف الاكله دي، ده انا بحبها قوي. ايه التركايه؟ ايه الجديد اللي الشيف عمله هنا؟ المكرونه كملت سواها مع خليط السجق والبشاميل. اه حلوه. معانا جبنه، حط جبنه كده شويه تاخد شعار النجرسكو. خلي بالك ايه الفرق بقى؟ حد يسالني سؤال دلوقتي يقول لك ايه الفرق بين مكرونه بالبشاميل ومكرونه نجرسكو؟ ايه الفرق؟ هي النجرسكو طلعت بالفراخ، يعني لما اتعملت عملت تشيكن نجرسكو. حلو. الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها من ماسبيرو. اهو خلص، بس هدخلها الفرن تاخد وش بس عشان الخضار ده غرف. اه خلصت. نفتح الفرن كده. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ تمام. اه يلا هو ده. تسيح الجبنة. نعم يا غالي احنا خلصنا وقتنا. ايه الوقت اللي عدى بسرعه ده من غير ما احس بيه؟ وقت الاحبه بيعدي بسرعه. اه هنطلع النجرسكو من الفرن، ولكن المفروض بما يرضي الله دي تقعد كمان شويه في الفرن لمده 10 دقائق تاخد لون. اه مكرونه خالصه زي الفل، مكانها حلو كده مخرج ده. اه تمام. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. عملت ايه يا عم الشيف؟ عملت النهارده مع حضراتكم كده، عملت مكرونه نجرسكو، عملت طبق خضار مشكل بالطحينه، عملت طبق لحمه في لحمه،
بيستاهلوا الكرم ده اللي هو البوبيت او البيف بوبيت، عملناه بالمستردة، عملنا مربة البلح الرطب الجميلة الحلوة عشان اوفر على حضراتكم نشتري مربة تبقى موجودة في البيت، ولكن دي طبعا لازم تتغلف وتتحط في التلاجة كل يوم الصبح كده، احلى فطار الصبح مع كوباية الشاي بألف هنا وشفا. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.